تناول اللقاء الذي جمع بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ورئيس منطقة الحكم الذاتي بمقاطعة سردينيا الإيطالية تحديد معالم الجيل الثاني لبرنامج التعاون العابر للحدود مع الاتحاد الأوروبي. وقد شاركت تونس ب49 مشروعا. البرنامج يهدف إلى تكريس الحوكمة في مستوى الجهات في عديد المجالات، كما يهدف إلى إرساء اللامركزية من خلال التعاون بين جهات أوروبية موجودة في سيسيليا وتونس. برامج يمشيوا يعملوا التنمية من قرب، يعني يمشيوا في الجهات هكم شفتوا بعض الأمثلة ويشوفوا معناها تجارب صارت في بلدان الشمال وتجارب مماثلة معناها بدنا نخدموا عليهم في تونس ونجموا نحسنوا. احنا كما تعرفوا ماشيين توا في تمشي اللامركزية، ماشيين أكثر وأكثر إلى يعني مسألة أخذ القرار في مستوى الجهات في ميدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والخبرة اللي تكون عندها بلدان الشمال بالطبيعة في أوروبا تعنينا. إن شاء الله في الدمعة الثانية نمشيوا ما أكثر، خاصة في عدد المشاريع. اليوم عملنا 49 مشروع في نطاق المرحلة الأولى، إن شاء الله نوسعوا ونمشيوا ما أكثر، على خاطر حقيقة نحسوا اللي كل معناها الناس الأصدقاء اللي شاركوا في المشاريع ذوما رأوا فيها دفعة وتشجيعات كبار. هذه المشاريع مهمة جدا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط عموما، وخاصة لتنامي العلاقات بين أوروبا وبلاد جنوب المتوسط. هذا البرنامج يضع في اعتباره 200 مليون يورو لتنفيذ المشاريع الخاصة بتنمية القدرات البشرية، وفي النهاية الهدف الأساسي من وراء هذا العمل هو نمو العلاقات السياسية ما بين أوروبا والحدود الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. كما ستمكن الدفعة الثانية من هذه المشاريع التي ستنطلق مع بداية سنة 17 و2000 من معالجة بعض القضايا المرتبطة بالتنمية ومساعدة الشباب على تحقيق طموحاتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. أرقام الجزء الأول لعدد بلدان، مش كان تونس، كان برنامج قرابة 200 مليون يورو. الجزء الثاني باش يكون إن شاء الله طموح ما أكثر. أنت وعدد البلدان اللي باش تشارك، احنا كنا حظ في تونس معناها وأنه خدمنا بكل جدية وحطينا وحدة تصرف في هذا البرنامج معناها اللي ركزت عليه وخلطنا دخلنا 22 جهة في البرنامج، خاطر مش كلهم على البحر يعطيوه، ولكن كيشوفوا حجم جهاتنا قبل الاتحاد الأوروبي وأنه حتى جهات ماهيش تعطي على البحر تدخل في هذا البرنامج. يرمي البرنامج الجديد كذلك إلى تنمية قدرات الشباب الذي يعتبر العنصر المهم والفعال في المجتمع المحلي، وهو أيضا المستقبل لأي بلد. كما تعلمون قمنا في الماضي بالعمل نفسه في إيطاليا حيث كان هناك فقر وشباب مهمش، لذلك فإن المشاريع الجديدة سوف يكون فيها اهتمام كبير بالشباب الذين يجب تشريكهم. فالديمقراطية ليست كلمة فقط، بل الديمقراطية تكون عبر الاعتماد على الكثير من الأفكار والخبرات. أكثر من 400 ألف دينار سيقدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط للتعاون عبر الحدود في عدة بلدان، والذي يرتكز أساسا على التشجيع على العمل المحلي، حيث تؤكد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن خيار تونس في التعامل مع مثل هذه البرامج هو خيار صائب، سيما وأنه يمكن من الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية في هذا المجال.